قد بدأت الطائفة الشيعية الاثني عشرية الإسلامية بتركيا في الظهور العلني والإعلان عن نفسها وتنظيم الاحتفالات الدينية بعد سيطرة حزب الرفاة ذي الميول الإسلامية على البلديات عام 1994 والوصول للحكم البلاد عام 1996 تحت زعامة نجم الدين أربكان في الانتخابات العامة. ويتركز الشيعة الأتراك في المدن التركية الرئيسية وفي وسط وغرب الأناضول، هذا إلى جانب الأرياف في جنوب شرق تركيا. وتشير الأرقام غير الرسمية إلى أن عدد الشيعة في تركيا زهاء 18 مليون نسمة، أي ربع سكان تركيا، ويتركزون في مناطق شمال شرقي تركيا. وتشير المعلومات إلى أن ارتفاع عدد أتباع أهل البيت عليهم السلام في تركيا يعود لزيادة إقامة مراسم العزاء بمناسبة يوم العاشر من محرم الحرام، حيث استشهد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام في كربلاء عام 61 هجرية على يد طاغوت عصره يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. وتشهد المساجد والحسينيات التركية هذه المراسم الحزينة في كل يوم عاشوراء من خلال نزول مواكب العزاء الحسينية إلى الشوارع، الأمر الذي يؤدي عاما بعد آخر إلى زيادة المحبين لذرية الأطهار من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم.